ما في احلى من هيك الشام، ولا في اروع منه والله. يعني العالم كلها فايته ومبسوطه، ومن احلى ما يكون والله. حلو بجنني رائع. تيه تشرمانه حيوي. الحمد لله الإقبال جيد، يعني اليوم فينا نقول هاي السنة الثانية كتجربة كمهرجان في إقبال كتير حلو، في نوعية كتير حلوة من الناس عم تدخل لهون، في ناس طالب الفرح بعد يعني سنوات من الحرب اللي عاشتها البلد. هو الشام تجمعنا ككل، يعني كتير المشروع كتير جيد حلو. نحن بهمنا، نحن أصلا الجمعية جذور اللي أتاحت لأولادنا أنه يتعلموا مهنة. هالمهنة هي عملوها تجريب جمعية جذور، هي سوسيت. السنة الماضية كانت أول البداية لهالمشروع هذا. شو في أحلى من الشام وأراضي الشام؟ على فكرة أنا مغترب وجاي لهون زيارة شهر إن شاء الله، بتجنن، ما في أحلى من الشام. كتير كتير عشاء، يعني بقارب أكثر من مليون يلي عم يفوت، أكثر عدد كبير كتير، وفضل الله الحمد لله كل شيء، يعني شو ما فتلتي بتلاقي فيه. هلا مثلا البازارات اللي عاملينها كثير حلوه. السيرك الروسي العالمي، دائما نحن المميزون ببرنامج السيرك، في الفرقه المشتركه تجمعنا دائما بالمحبه وبالسلام وبالخير. نتمنى دائما ان نرسم الابتسامه لكم في قلوبكم على شفاه اطفالكم. بالسعاده جئنا اليكم. السيرك الروسي لاول مره منذ 10 سنوات، لاول مره بالمهرجان الشام تجمعنا. فعاليات كثير حلوه وفعاليه الحمد لله كثير كويسة، والله يحمي بلدنا. ما شاء الله البلد كلها موجودة هون.